تتابعون في هذه الحلقة: اليد الأردنية تطمح لملامسة الألقاب، لقب جديد للولايات المتحدة في كأس الاتحاد، ورحلة إنجازات سارة سمير ما زالت مستمرة. تتكاتف أيدي الأردنيات من أجل إيصال كرتهن إلى الهدف المطلوب. زاد الاهتمام في الأونة الأخيرة، وبدت ملامح التقدم تظهر على منتخب النشميات في المشاركات العربية والآسيوية. تحقق ذلك بعد الانطلاق برعاية القواعد الناشئة وتوفر ممارسة كرة اليد في مختلف المحافظات والمدن والقرى الأردنية. الاتحاد الجديد اتخذ خطوات كبيرة من أجل تعزيز كرة اليد النسوية ومستواها على المستوى الآسيوي، من خلال إنشاء مدارس الواعدين للناشئات من مواليد 2003-2004. هناك أيضا اهتمام كبير على المستوى النادوي. طبعا أندية كرة اليد النسوية موزعة بعدة محافظات، ونحن فخورين أن حتى هناك بعض القرى الأردنية لها فرق بكرة اليد النسوية. لم يعد البحث عن الموهوبات أمرا صعبا، حيث أصبح الدوري المحلي تنافسيا إلى حد كبير، ولأن استمرارية التدريبات هي الأساس في ارتقاء المستوى، فقد استقدم اتحاد اللعبة خبيرا تونسيا لتيسير عملية البناء. هو موجود، لعبات موهوبات موجودين، تعرف الموهبة الحالة ما تكفيش، لازم الشغل ولازم التمارين. المدربين الأندية ما همش مقصرين، قاعدين يجيبوا في لعبات صغار في السن وعندهم مقومات أنه يكونوا لعبات يد. صحيح هو أول شيء فكرنا فيه هو تطوير وتحسين مستوى البطولة، كذلك إن شاء الله إنشاء دوري للناشئات اللي هو مهم جدا، إن شاء الله حيكون في أول سنة 2018، تشجيع الأندية للسيدات إنه يكونوا بأكثر عدد ممكن. رغم سلاسة العملية وعودة المشاركات الخارجية، إلا أن هناك متطلبات يمكن لها إن توفرت أن ترفع من رغبة اللاعبات أكثر وتساعد على تحقيق الاستقرار المطلوب. الإمكانيات المادية باتت مطلباً أساسياً، وفي ظل عدم توفرها عند المعنيين عن اللعبة، فإن النداء صار موجهاً للشركات الوطنية ورجال الأعمال. احنا كلاعبات يعني ما نقدر نثبت بوظيفة، لأنه ما في مجال نثبت بوظيفة، ما بتقدر تسافري مثلا مع أي استحقاق منتخب، فنضطر نترك كل أشغالنا بس نتفضل المنتخب، وهذا الإشي بيعكس شوي على موضوع المادي، لأنه ما في دعم مادي كبير اللي بعوضنا مثلا أنك تشتغلي أو أنك تكوني موظفة بالأردن. يعني ما عم نلاقي دعم أو أنه شركات بتدعم الرياضات أو بالأخص كرة اليد النسوية. يعني نتمنى أنه نشوف شركات معروفة أنه تدعم المنتخب أو تدعم الأندية، أنه نشوف أنه فعلا في اهتمام واضح من الشركات هون بالأردن. يعني في ناس كتير يعني بيكون رجال أعمال، نتمنى أنهم تكون مبادرة منهم حلوة أنه فعلا ندعم المنتخب. شهدت السنوات القليلة الماضية صعود المنتخب إلى منصات التتويج من خلال وصافة بطولة غرب آسيا في قطر، لكن الطموح أصبح مرتبطا بتحقيق الألقاب ومحاولة التأهل إلى كأس العالم. حاليا نبحث عن تواجد حقيقي على مستوى قارة آسيا، فعليا ما نبحث عنه هو التأهل لكأس العالم. فعليا بطولة آسيا القادمة للسيدات هي واحدة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات. نحن نبحث أن نكون ضمن الفرق الخمسة المتأهلة عن قارة آسيا لكأس العالم. رغم بعض الصعوبات، فإن كرة اليد الأردنية تسير في الاتجاه الصحيح، وواقعها يعطي مؤشرات واضحة على مدى التطور الحاصل سبيلاً لتحقيق الإنجازات المرجوة. في المركز الثالث فارق 41 هدفاً، وقد شهدته بطولة العالم عام 2009 التي أقيمت في الصين من خلال مباراة الدور الأول التي جمعت منتخب النمسا ونظيره التايلاندي، والتي انتهت بفوز الأول بـ 52 هدفاً مقابل 11. في المركز الثاني فارق 45 هدفاً، وقد شهدته النسخة ذاتها عام 2009 في مباراة السويد مع أستراليا ضمن منافسات المجموعة الأولى من الدور الأول، حيث فاز سيدات السويد بنتيجة 66 هدفاً مقابل 21.
في المركز الأول فارق 48 هدفاً، وهو الفارق الأكبر في تاريخ مباريات بطولة العالم بكرة اليد للسيدات. حدث ذلك في مباراة منتخبي هنغاريا مع أستراليا في نسخة عام 2005 والتي استضافتها روسيا، حيث انتهت المباراة لصالح سيدات هنغاريا بنتيجة 57 هدفاً مقابل 9 أهداف. أحرز منتخب الولايات المتحدة كأس الاتحاد لكرة المضرب بفوزه على مضيفه البيلاروسي بثلاثة انتصارات مقابل 2 في الدور النهائي للمسابقة في مدينة مينسك. تعادل المنتخبان بانتصار لكل منهما في اليوم الأول قبل أن تحقق الولايات المتحدة فوزين وتعزز رقمها القياسي، في حين أخفقت بيلاروسيا في اعتلاء المنصة بعد أن خاضت أول نهائي. شيلبي روجرز التي تشارك للمرة الأولى في هذه البطولة انضمت إلى مواطنتها كوكو فاندجي لتفوزان بمباراة الزوجي بعد التغلب على البيلاروسيتين أرينا سابالينكا وألكساندرا ساسنوفيتش بمجموعتين دون مقابل وبنتيجة 6-3 و7-6. اللقب هو 18 للمنتخب الأمريكي والأول منذ 17 عاماً. ساعدت كريستينا فوغل ألمانيا على تصدر قائمة الميداليات في بطولة كأس العالم للدراجات الهوائية داخل قاعة التي أقيمت في مدينة مانشستر الإنجليزية. رفعت بطلة العالم حصادها إلى 3 ميداليات بعد ظفرها بسباق السرعة، بينما حققت الهولندية لورين فان ريسن الميدالية الفضية. هذه سادس ذهبية تنالها فوغل في جولتين متتاليتين لبطولة كأس العالم، وقد قادت منتخبها الألماني إلى تصدر قائمة الميداليات بأربع ذهبيات، بينما احتلت بريطانيا المضيفة المركز الثاني بثلاث ذهبيات. تعرضت البطلة الأولمبية في منافسات الماراثون الكينية جيميما سانغونغ لعقوبة الإيقاف 4 أعوام بعد ثبوت تناولها منشط الدم EPO المحظور. العقار المحظور وجد في اختبار خارج إطار المنافسات خضعت له في شباط فبراير الماضي، نظراً لأنها كانت تتعالج في مستشفى في نيروبي قبل ذلك بأيام قليلة. تسري عقوبة إيقاف سانغونغ من 3 نيسان/أبريل 2017 وحتى 2 نيسان/أبريل 2021، مما يعني غيابها عن بطولة العالم عام 2019 في الدوحة وأولمبياد طوكيو 2020. وكانت سانغونغ قد أهدت كينيا أول ميدالية ذهبية أولمبية لها في سباقات الماراثون، وذلك في أولمبياد ريو دي جانيرو العام الماضي. اتهمت حارسة مرمى المنتخب الأمريكي لكرة القدم هوب سولو الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالتحرش الجنسي. وقالت اللاعبة الحاصلة مع فريقها على بطولة كأس العالم إن التحرش المزعوم حدث عام 2013 أثناء مشاركتها في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية قبل صعودها إلى خشبة المسرح لتقديم إحدى الجوائز. وكان سيب بلاتر قد غادر منصب رئيس الفيفا إثر فضيحة فساد عام 2015، حيث عوقب بالإيقاف عن العمل في كرة القدم لثمان سنوات خفضت إلى 6 سنوات بعد طعنه على القرار. تتابعون أيضاً ميدالية الأولمبية كانت تتويجاً لعمل الكبير في رفع الأثقال خلال سنوات. أنا سارة سمير هكون معاكم بعد الفصل. بطلة في رفع الأثقال من مواليد مدينة الإسماعيلية المصرية عام 1998، حصدت 6 ميداليات ذهبية في بطولات العالم للناشئات والشابات. نالت ذهبية أولمبياد الشباب في الصين عام 2014. حققت 12 ميدالية ذهبية في البطولات الأفريقية بمختلف الفئات العمرية. يحفل سجلها بميداليات متنوعة البريق في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط والبطولة الأفرو أسيوية. فازت بالميدالية البرونزية في وزن 69 كيلوغراماً ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في ريو البرازيلية عام 2016. لم تدخر يوماً أي جهد في سبيل الوصول إلى أهدافها، وكنتيجة طبيعية خطت سارة سمير مسار رحلة مليئة بالإنجازات والميداليات.
تشجيع الشقيق الأكبر كان العامل الحاسم في اختيار بنتي الإسماعيلية لرياضة رفع الأثقال، فانضمت بعد قناعتها بقدرتها على التميز لفريق مدرسة المؤسسة العسكرية. وأنا أول ما شفت اللعبة كنت راح أتفرج على محمد أخويا في بطولة الجمهورية، وما كنتش أعرف إن البنات بتلعبها، فلقيت في البطولة في بنات بتلعب وكويسين وأحسن من الولاد كمان، فحبيت إن أنا أعمل زيهم. فلما قلت لبابا، بابا ما اعترضش ووافق إن هو يلعبني ووداني المدرسة العسكرية وتعلمت هناك. سيطرت سارة على البطولات المحلية في فئة الناشئات، فكانت نجمة سطع نورها مبكراً. بالحديد والحب مضت البطلة المصرية لتوقع على حضور مذهل في المشاركات القارية والعالمية، ولتحصد عشرات الميداليات الملونة وأغلبها من المعدن النفيس. أبرز المشاركات العربية الأفريقية، أول بطولة لعبتها كانت في تونس 2012، كانت دي أول بطولة في حياتي ألعبها برا مصر، كانت تحت 17-20 سنة، كان عندي 14 سنة، أخدت 6 ميداليات ذهب فيها، وأخدت أحسن لعبة تحت 17 وأحسن لعبة تحت 20، وبعدين لعبت بطولة عالم تحت 17 سنة كانت في أوزبكستان، أخدت فيها 3 ميداليات ذهب وكنت أعلى واحدة في السكور في البطولة كلها. لعبت بطولة عالم 20 سنة أخدت فيها 3 ميداليات ذهب وأخدت أحسن لعبة في البطولة. لعبت بطولة عالم كبار جبت فيها رابع، لعبت بطولة أفريقية تانية أخدت فيها برضه 6 ميداليات ذهب وأحسن لعبة تحت 20 وأحسن لعبة تحت 17، لعبت بطولة أفرا آسيوية أخدت فيها 6 ميداليات ذهب، لعبت أولمبيات نانجينج تحت 17 سنة أخدت فيها ميدالية ذهب. تزامن صعود سارة درجات التألق بازدياد المسؤولية الملقاة على عاتقها، لكنها ورغم صغر سنها فقد لفتت أنظار العالم إليها حين نافست أقوى الربعات على مسرح أولمبياد ريو البرازيلية متجاوزة التوقعات، عندما تمكنت من التتويج بالميدالية البرونزية بعد عطاء كبير وأرقام ممتازة. ما كانتش طبعا متوقعين ان انا اجيب ميدالية، كان الامل فيه بسيط لان كان بالنسبة لسن صغير وارقامي يعني كانت تنافس على الميداليات، بس ممكن يعني اجيب خامس رابع، ما كانش متوقع ليا الميدالية. فاما حققت الميدالية وربنا اكرمني كله كان مبسوط بيا يعني الحمد لله، وانا كان يعتبر دي اكبر منافسة بالنسبة لي، وشلت فيها كمان الست محاولات بتوعي ما وقعتش ولا محاولة. فتحت ابنة 29 ربيعاً الباب واسعاً لممارسة رياضة رفع الأثقال أمام الأجيال الصاعدة، حيث كانت خير نموذج للكثيرات في مدينتها، ما شكل حالة إيجابية جداً. وأنا طبعاً بعد ما جبت الميدالية كان الناس كلها يعني إيه لعبة رفع أثقال دي، يعني إزاي أنت تلعبي أنت بنت، ده إحنا كلام ده. فاول ما انا جبت ميداليه احنا عندنا بقى يعني تقريبا 3/4 اسماعيليه كلها بقت بتلعب رفع اثقال علشان يبقوا زيي، فده حاجه كويسه بالنسبه للبنات، ومش لازم رفع اثقال بس، اي رياضه بقى عشان الرياضه كويسه للبنات مش وحشه. لا زالت الربعه المتميزه تتطلع بكل لهفه لمزيد من الانجازات، لكنها تحاول ايصال صوتها نحو مزيد من الرعايه والاهتمام الرياضي والاعلامي من اجل رفع سقف التحدي ومعانقه الذهبيه الاولمبيه. احنا ما تكرمناش يعني على طول، قعدنا فتره قبل ما اخذنا المكافاه، وبعدين كمان يعني لحد دلوقتي ما فيش حد يعرفني يعني غير ناس بسيطه خالص، يعني كذا حد يشوفني يقول لي انت مين، طب انت بتلعبي ازاي، ما يعرفونيش خالص، فده طبعا مش كويس بالنسبه لنا. ان شاء الله ربنا يكرمني وفي طوكيو ان شاء الله اجيب ذهب باذن الله. مسيره 18 عاما مع رفع الاثقال عرفت اشراقات كثيره، لكن اصرار بطله بلاد النيل يوحي وكان مسيره اخرى قد بدات للتو، بهدف الحصول على ميداليات اخرى تتابع من خلالها ساره حكاية السرور. نهاية هذه الحلقة، نلتقي في الأسبوع القادم.